لو انت عندك دهون في منطقه البطن، ولو انت عندك تكيسات في الموبايل، او في حد قريبك عنده مرض السكر، كل دي عوامل بتزود من احتماليه وجود مقاومه انسولين في جسمك. السلام عليكم، انا دكتور محمود العطار، اخصائي التغذيه العلاجيه، وهتكلم النهارده عن المشاكل اللي ممكن تعملها مقاومه الانسولين في جسمك. وعلشان تعرف ايه هي المشاكل اللي ممكن تعملها مقاومه الانسولين في جسمك، لازم تعرف الاول ازاي الانسولين بيشتغل في جسمك. فالانسولين بكل بساطه هو عباره عن هرمون بيفرز من البنكرياس علشان يظبط من مستوى السكر في الدم بتاعك. فانت لما بتيجي تاكل اي وجبه مستوى السكر في الدم بيزيد، فبالتالي البنكرياس بيطلع الانسولين علشان يظبط مستوى السكر في الدم ويخليه يرجع للمستوى الطبيعي بتاعه، عن طريق انه بياخد السكر او الجلوكوز ويدخله للخلايا علشان تستخدمها على هيئه طاقه خلال اليوم. فلو انت عندك مقاومه انسولين، المشكله هنا دلوقتي انك لما تاكل اي وجبه مستوى السكر هيزيد في الدم، فبالتالي البنكرياس هيطلع انسولين علشان يدخل الجلوكوز او السكر ده للخلايا. بس المشكله بقى هنا ان الخلايا هتقاوم الانسولين، مش هتقدر تاخد كل الجلوكوز او السكر وتدخله جوه الخليه، فبالتالي الجسم هيحس ان نسبه السكر او الجلوكوز زياده في الدم، فالبنكرياس هيفضل يطلع انسولين بشكل اكتر واكتر علشان يقدر يدخل الجلوكوز او السكر ده جوه الخلايا، وبالتالي ممكن يحصل مشكله كبيره جدا، وهي ان مستوى السكر في الدم هيزيد بالتدريج. ولما مستوى السكر في الدم هيزيد لفتره طويله، دي ممكن حاجه تدخلك في مرحله البري دايبيتس او مرحله ما قبل مرض السكر، وده معناه ان مستوى السكر في الدم بيكون عالي، بس مش لدرجه كفايه ان يتقال عليك مريض سكر، بس للاسف الموضوع بعد كده ممكن يتضاعف معاك وتبقى مريض سكر. فلو انت عندك دهون في منطقه البطن، او بتخس بصعوبه، او عندك مشكله من اللي احنا اتكلمنا عنهم في الاول، انصحك تتوجه للدكتور بتاعك علشان تتابع معاه، علشان احنا بتحليل بسيطه وبعض الفحوصات اللي احنا بنعملها بنقدر نتاكد ان عندك مقاومه انسولين ولا لا. بس انا مش عايزك تقلق خالص، علشان بدايت بسيط مناسب للحاله الصحيه بتاعتك وبتمارين بسيطه تقدر تعملها، ممكن تتخلص من مقاومه الانسولين وترجع لوزنك الطبيعي وتمارس حياتك الطبيعيه بشكل كويس جدا ان شاء الله. دي كانت معلومات بسيطه عن مقاومه الانسولين، واتمنى اكون فدتكم النهارده. ولو في اي استفسار تقدروا تتواصلوا على صفحه كايرو سيتي كلينك وهما يرد عليكم ان شاء الله.